السلام عليكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم هو فيديو من نوع خاص، لانه من خلاله غادي تشوفوا الدروس اللي ممكن انكم تمتحنوا فيها في الامتحان الوطني بالنسبه للغه الانجليزيه. وبعد ترقب طويل من طرف الفاعلين التربويين واولياء الامور والتلاميذ وجميع الفاعلين التربويين في المملكه، افرجت وزاره التربيه الوطنيه والتعليم على دور المرجعيه اللي من خلالها غيعتمد عليها الاساتذه في صياغه امتحانات الوطنيه ديال اللغه الانجليزيه لسنه 2020. اذا في هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على الدروس اللي ممكن انها تجيكم في الامتحان الوطني، ومن خلالها غيفتح لكم المجال انكم تراجعوهم ما دام الوقت باقي كاين على الامتحان الوطني. اذا غادي نبداو بالشق الاول اللي هو about text and comprehension questions. بالنسبه لهذا الجزء الاول، كما كتعرفوا بان الامتحان الوطني كينقسم الى ثلاثه ديال الاجزاء. عندنا الجزء الاول اللي هو كيتعلق بالنص والاسئله، وغادي تلقاو في هذه القناه من خلال هذا الرابط اللي غيكون لتحت في الديسكريبشن، في الديسكريبشن عندكم من تحت. هام للمقبلين الامتحان الوطني للغه الانجليزيه كيف تتعامل مع اسئله النص. بالنسبه للنصوص اللي غادي تطرح لكم في الامتحان الوطني، في ماضيش تخرج عن نطاق النصوص اللي قريتوهم حضوريا من بدايه ديال السنه حتى نهار 16 مارس الماضي، اللي كان بدايه ديال الحجر الصحي. بالنسبه للدروس ديال الفوكابولري، كنعرفوا بان كاين ثلاثه ديال المقررات ديال اللغه الانجليزيه في المغرب، خصنا نتعرفوا عليهم. اولا انا gateway to English، ticket to English، insights into English. إذن هادو هما ثلاثة ديال المقررات اللي كيخدموا بها التلاميذ والتلميذات ديالنا على الصعيد الوطني بالنسبة للغة الإنجليزية. إذا غادي نحدد هنايا اليونيتس اللي تقرر أنها احتمال أنها تحط في الامتحان الوطني، نعطيكم الترتيب ديال كل يونيت في الكتاب المدرسي. عندنا gateway to English، هاد cultural issues and values كاينة في يونيت 2، بينما في ticket to English كتواجد في يونيت نمبر 6، و insights into English كتواجد في يونيت نمبر 1. الوحدة الثانية gifts of youth كتواجد في gateway to English في يونيت نمبر 3، بينما في ticket to English كتواجد في يونيت نمبر 1، وفي insights into English كتواجد في يونيت نمبر 2. الوحدة الثالثة women and power في gateway to English عندنا في يونيت نمبر 4، ticket to English كتواجد في unit number 5، and insights into English كتواجد في unit number 4. الوحدة الموالية humor بالنسبة ل gateway to English كتواجد في unit number 6، بالنسبة ل ticket to English كتواجد في unit number 2، insights into English كتواجد في unit number 6. اليونيت الأخرى هي citizenship في gateway to English كتواجد في unit number 7، بينما في ticket to English كتواجد في unit number 7، and insights to English عاود نفس الشيء كتواجد في insight number 7. يعني من خلال هذا الشيء اللي كتشوفوا كتلاحظوا بان الدروس اللي تقررت جميع الكتب المدرسيه سواء كانت gateway to English ولا ticket to English ولا insight to English فتوقفت في الوحده السابعه. يعني هذا طلب فوكابلري بما خاصكم تراجعوا المصطلحات المتعلقة بهاد اليونيت اللي هضرت عليهم الآن. على بالنسبة للفوكابلري كيتعلق بكولوكيشنز، عندنا phrasal verbs، وعندنا prefixes and suffixes. بالنسبة للكولوكيشنز إن شاء الله غادي نعمل لكم فيديو اللي خلال غادي نشرح لكم يعني شنو كتعني وكيفاش تحط في الامتحان الوطني. بالنسبة للphrasal verbs فغادي تلقاهم في القناة، يعني غادي ننزل لكم الرابط اسفله باش تمشيو له مباشره. هذا الشيء كيتعلق بالدرس ديال prefixes and suffixes، وشرحت لكم كيفاش كيتحط في الامتحان الوطني وكيفاش غتعاملوا مع هاد الدروس هذوما في الامتحان الوطني. دابا غننتقلوا grammar lessons، يعني الدروس ديال القواعد ديال اللغه، the grammar lessons. بالنسبه للtenses، التنسز هما الازمنه. اذا بالنسبه غادي تلاحظوا بان بالنسبه للامتحان الوطني ديال اللغه الانجليزيه فغادي تمتحنوا من الدروس اللي غتقراو اللي قريتوهم من جدا مشترك حتى السنه الثانيه بكالوريا. هانتوما غتلاحظوا عندنا simple present، present continuous، simple past، past continuous، عندنا past perfect، present perfect، simple future، and future perfect. يعني بالنسبه للتنسز يقدر يجيكم سؤال كيتعلق بهذا واحد من هاد الدروس هادوما، يعني ما لكم الا تراجعوهم، يعني ما غاديش يجيكم كاملين بطبيعه الحال،
ولكن من الأحسن أنكم تراجعوهم كاملين باش إلا جاكم أي واحد في الامتحان الوطني تكونوا عارفين كيفاش غتعاملوا معاه. هكا ملاحظة عاود، راه كاين بعض الدروس اللي عندنا هنا في القناة خاص بالذكر، سيمبل بريزنت، بريزنت كونتينيوس، باست كونتينيوس، وعندنا سيمبل فيوتشر. الشرح ديالها راه مذكور في القناة هنا، نخلي الروابط أسفلها باش تشوفوا القواعد ديال كل تنس على حدة. الدرس الموالي هو ريبورتيد سبيتش. ان شاء الله غادي نعمل لكم فيديو من خلاله غادي نشرح لكم جميع الاحتمالات الممكنه ديال ريبورتيد سبيتش وكيفاش غتعملوا معها في الامتحان الوطني. عاود كاين عندنا الدرس ديال مودلز او مودل فيربس، عندنا كان كانت، ماست ماستنت، شود شودنت، مي مي نوت. هادو فقط نماذج من مودل فيربس اللي كنت قريتوهم هاد السنه هادي، ولا ما قريتوهمش هاد السنه دي ربما السنه الماضيه، راه ممكن تراجعوا الدروس ديال السنه الماضيه لسنه اولى بكالوريا. غنعمل لكم ان شاء الله فيديوز من خلالها غادي تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع الدروس ديال المودل فيربس، غادي نفهموهم وكيفيه التعامل مع الاسئله ديال الامتحان الوطني خصوصا فيما يتعلق بمودلز او مودل فيرب. بالنسبه للتو باسيف فويس ممكن تطلعوا على الدرس هذا من خلال الرابط في الديسكريبشن، من خلاله شرحت لكم الاحتمالات الممكنه اللي تقدر تحط في الامتحان الوطني. الدرس الموالي هو relative pronouns. ملي كنقول relative pronouns هما who, when, where إلى آخره. عاود عندنا الدرس ديال the linking words اللي هما addition, concession, contrast and purpose. يعني كل واحد إن شاء الله غنعمل، يعني إن شاء الله غادي ندير دروس مصورة من خلالها غادي نشرح لكم كل linking word على حدة، من خصوصا هادوما ديال addition, concession, contrast and purpose، وكيفاش غادي تحط في الامتحان الوطني من خلال دروس، من خلال تمارين تفاعلية. عاود غادي نقوم بالتصوير ديالها عما قريب إن شاء الله. بالنسبة للـ functions اللي احتمال أنكم تمتحنوا فيهم هما كالآتي: making and responding to request، يعني طريقة وضع طلب أو الإجابة عن طلب، complaining بمعنى احتجاج أو شكاية، and responding to complaints يعني كيفية إجابة عن احتجاج أو شكوى، apologizing بمعنى اعتذار، asking for advice بمعنى طلب نصيحة، giving advice يعني إعطاء نصيحة، expressing and asking for opinion، expressing opinion يعني التعبير عن الرأي، asking for opinion يعني طلب الرأي، agreeing يعني اتفاق مع رأي معين، disagreeing يعني عدم اتفاق، making and responding to suggestions بمعنى make a suggestion بمعنى كتقوم بواحد الاقتراح، responding to suggestion يعني طريقة إجابة على الاقتراح. بالنسبة للرايتين، تاسك ريليتد تو رايتين ماي انكلود، بمعنى ممكن يجي يكون واحد من الاحتمالات هادوما، ديفلوبين ا توبيك سنتنس، يعني كيعطيكم جملة خاصكم تكملوها أو فكرة خاصكم تكملوها، رايتين ا باراجراف خاصكم تكتبوا فقرة حول موضوع معين، كومبليتين ا باراجراف يعني كيعطيكم بداية ديال فقرة خاصكم تكملوها، رايتين ان ارتيكل يعني نكتبوا مقالة، رايتين ان ايميل يعني نكتبوا ايميل، تيلين ا ستوري يعني رواية قصة. The writing task may target one of the following genres. هنا narrative. Narrative بمعنى كتوصف واحد الحاجة، حدث معين. Descriptive يعني وصف، يعني جوج لولين narrative and descriptive شبيهم، عندهم علاقة مع الوصف. Persuasive يعني إقناع، بمعنى نص اللي هو حجاجي، يعني كيعطوك موضوع معين من خلاله كتعطي الافكار اللي معاه او ضد ذاك الموضوع. اكسبوزيتوري حتى هو واحد النوع من انواع ديال النصوص الحجاجيه، يعني خصنا نركزوا على اربعه هادوما: ناريتيف، ديسكريبتيف، بيرسويسيف اند اكسبوزيتوري. اذا this is it, this is the end of our video. اذا I think that's it, thank you for your attention, see you with another video.